حتى يكون من خلال اللقاء معكم يكون عم نحكي كل أهلنا بالجنوب ونقول لهم نحن معكم، نحن حدكم بكل معنى الكلمة، نحن معكم وحدكم. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الجنوب موجها رسائل دعم ترافقت مع جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فهل استشعر الراعي بالخطر على الكيان اللبناني؟ وما هي تداعيات هذه الزيارة؟ الحرب المدمرة مش بس محصورة بغزة، هاي الحرب مدمرة من خيف كلنا من امتدادها، لأنه الشيء اللي عم نشوفه ما بيخضع لأي شريعة لا دولية ولا إنسانية ولا شيء، خارج عن كل شيء. الحرب المدمرة غير محصورة في القطاع ونخاف من امتدادها، هذا ما جاء على لسان الراعي الذي أكد أيضا أن ما يحصل لا يخضع لأي شرعة دولية أو إنسانية، مشددا على ضرورة إحلال السلام. الراعي تابع خلال زيارته مطرانية صور المارونية أن القرى الجنوبية تعيش تبعات الحرب على القطاع، موجها التحية إلى كل أبناء البلديات دون استثناء، متمنيا زيارة مختلف البلدات، لكن الأوضاع لا تسمح بذلك. على ما يبدو هذه الجملة لم تعجب البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، طلب الراعي بجولة على مختلف القرى الجنوبية الحدودية التي تتعرض للقصف. وفي المقلب الآخر حركة تأييد واسعة لجولة البطريرك الماروني وتأكيد على إرساء معادلة جديدة تتحضر، وأن المواقف التي أطلقها الراعي لها أبعاد سياسية إنسانية لبنانية وعربية. لا شك في أن زيارة البطريرك الراعي في هذا التوقيت إلى الجنوب مهمة جدا وضرورية ومرحب بها، خصوصا على أعتاب الحرب التي نعيشها في لبنان، خصوصا بعد ما نشاهده في قطاع غزة، هذا العدو الإسرائيلي الذي كسر كل المحرمات والذي لم يقم وزنا لأي معيار لا ديني ولا أخلاقي ولا سياسي ولا قانون دولي ولا أي شيء آخر، وهو يهدد لبنان. يعني هذا العدو هو بادر من اليوم الأول إلى تهديد لبنان بأنه سينتهي من غزة ويبدأ في لبنان، وهو يبادر يوميا بالاعتداء على الأراضي اللبنانية. فإذا هذه الزيارة، هذا الصوت الوطني مطلوب أن يعمم، أن نجد مساحات مشتركة، لأنه هذا أيضا من عوامل ردع العدو الإسرائيلي عندما يجد أن القوى الوطنية السياسية أو الروحية موحدة بموقف واحد قوي. كل إنسان، ما في شيء يجمعنا ببعضنا إلا كلنا أبناء إله واحد، ولذلك كلنا إخوة. هذه ثقافتنا اللبنانية بدنا نضل نحافظ عليها ونحميها بالرغم من كل شيء. رسائل الراعي لم تقف عند هذا الحد، بل شدد على أن لبنان يحمل القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وينادي بها وهو مستمر منذ 75 عاماً، كما أصر على الالتزام بالصمود والوحدة اللبنانية في مختلف الأراضي على الرغم من كل شيء. من هنا يتوقف مراقبون عند الجملة الأخيرة، معلنين عن استشعار الراعي للخطر الجدي على الكيان اللبناني بمسلميه ومسيحيه، وبأن المواقف التي أطلقها تحمل في طياتها تداعيات مهمة على الساحة اللبنانية. ما يعرض على لبنان اليوم ما يسمونه بتسوية، تسوية يعني يضعون لبنان بين خيارين، التسوية أو الحرب. ما هذه التسوية مفاعيلها أصعب من حرب، ولا أعتقد أن أحد يقبل، أي وطني في لبنان يقبل، خصوصا أهل الجنوب، بأن تنسحب المقاومة إلى خارج شمال الليطاني، يعني من جنوب الليطاني إلى خارج شمال الليطاني. هذا مطلب إسرائيلي بحت وهذا مطلب أمريكي بحت، ولا يصب في مصلحة لبنان ولا يصب في مصلحة الجنوبيين ولا يصب أصلا في يعني يكسر السيادة، وهو اعتداء على السيادة اللبنانية. فإذا هذه الزيارة باختصار نعم مهمة وضرورية ويجب الإضاءة عليها، ويجب أن تتكرر من مرجعيات وفعاليات أخرى لنبرز هذه الصورة، صورة الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الإسرائيلي.